معكم اكرم جيمنج في فيديو جديد. النهارده يا شباب انا بلعبه ماينكرافت ولسه عامل فيديو مكملتش دقيقه وبدات الفيديو ده فيديو ماينكرافت برضو يعني. وجمعنا السند ونحطه في الفرن دلوقتي. احط بقى السند ده ماشي في الفرن وهات شويه ده حطهم هنا. المهم دلوقتي احنا كنا قايلين ان احنا عايزين نروح نجمع خشب، يعني احنا محتاجين الخشب جدا جدا. المهم جبنا اكس ونروح نجمع خشب من الغابة. لما نروح نجمع خشب بعد ما نروح نجمع خشب هنرجع وننام. وبعد ما ننام انا مش عايز اشوف الكهف ده تاني في حياتي بجد. الكهف ده يا جماعة نزلناه موتنا وقعدنا نموت فيه، بس حرفيا ما جبناش ولا استفدنا منه اي حاجة غير بس ان احنا خسرنا حاجات حرفيا. عادي بقى نبقى ندور على كهوف تانية وبتاع. المهم بس ان احنا ايه نقدر ان احنا نعيش ونختم اللعبة. طيب كده يا جماعة نجمع شوية خشب كده ونرجع لكم. كده يا جماعة لسه ما جمعتش خشب كتير بس كنت بهرب من وحوش. اوكي يلا جمعنا شوية خشب محترمين يعني يقدروا يكملون البيت الصراحة. المهم يعني ان احنا هنحلل كل الخشب ده. حلل 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 يلا 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 بقى يلا. اوكي يا جماعة معانا تلات السكات يا خشب. ازاي الفرن ده كله مخلصش؟ احنا معانا ستون صح؟ معانا ستون يا عم. نجيب الستون ده بقى هات بقى دول. ايه ده راح فين؟ تعالوا حطهم هنا ماشي يا جماعة. ايه تاني بقى نحطها؟ اه دول هنحطهم. مش خلص كالعادة يعني هيخلص وعارف. طيب هات بقى هشيل هشيل الحاجات دي عشان انا بس يعني عندي برد وكده. اوبا في بقى غلطات بقى. شوف شوف دي غلطة دي شيل دي بسرعة.
حط دي دي لا اللي بعدها تمام. اللي بعدها مش مسويه يعني، هي هنا هناك اتنين وهنا تلاتة، بس عادي يعني مش فارقة بالنسبة لي يعني. اوكي ثانية واحدة يا جماعة. كده يا جماعة رجعنا لكم ماشي. المهم ان احنا هنجيب دول طب ايه بقى ايه تاني؟ هنطلع فوق ازاي؟ سؤال سؤال صعب جدا ولازم نطلع فوق. بس بالدرت قصدي ازاي؟ بس اجري، عندنا درت هنا، ستاك درت كام؟ ستاك ستاكين يعتبر، يعتبر يعني. طيب يا جماعه اجري بقى بسرعه عشان احنا قعدت اقول لكم يا جماعه الدرت هيفيدنا، هتقولوا لي ازاي الدرت هيفيدنا ده ملهوش اي 30 لازمه؟ بالعكس الدرت ليه 500 لازمه. الدرت يا جماعه هو اللي بيساعدنا ان احنا نطلع نبني، وهو اللي هيساعدنا كمان ان احنا نبني السقف. ايوه ماشي. بعدها اتوقع ان بعد كده، بعد المكان اللي هنعمل الحته اللي هنعملها دي، مفيش اي احتياج للستون ابدا في البيت ابدا، وهنضطر برضو ان احنا ننزل ونجيب ساند عشان احنا محتاجين الساند جدا. يا جماعة هنا برضو في غلطة هنصلحها. ماشي تمام اوي 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 كده كده. المفروض ان احنا بقى ايه نعمل ايه؟ السقف صح. يلا بينا نعمل سقف، يلا بينا. انا عارف ان احنا هنعمل نص السقف بس هنعمله ونرجع لكم يا جماعه. معلش يعني علشان بصراحه مده الفيديو بتبقى قصيره، انا مش بحب اعمل فيديوهات طويله. طيب احنا محتاجين ناكل بس مش دلوقتي، ناكل في اي وقت. طيب يا جماعه نخلص السقف ونرجع لكم لحد ما ايه كل الخشب يخلص. لسه في ستاكين تانيين غير دول، فلحد ما كل الخشب يخلص هنرجع لكم يا جماعه عشان مده الفيديو بس. كده يا جماعه احنا يعني ما عملناش حاجه غير بس ان انا صحيت لقيت ناس كتير جدا هنا داخلين قاعدين بقى في البيت، جابهم عشان السقف. قصدي زومبي يعني، مش ناس قصدي يعني زومبي ناس يعني. انا لسه يا جماعه لاقي كورنيا جد، ممكن على فكره ان ده كورنيا جنبنا. المهم اللي انا عملته ان كل حاجه ما عملتش حاجه يعني. ايه ده انت خلصته؟ ماشي. عايزين خشب بجد، عايزين خشب اي حاجة تتحط كده. حط دول ده حطه، مش محتاجين نعمل لنا اي حاجة.
هسيب كده تاني دول. بحط اي خشب، اي حاجة خشب معاه في كرافتنج تيبل في التشيست. تشيست فين كرافتنج تيبل؟ كرافتنج تيبل اهي. حط يا عم هات هنا، حط الكرافتنج تيبل. عم انا لازم برضو اشغل المخ كده. المهم عايزين نخلص البيت ده بأي طريقة. شفت لكم يا جماعة بيخش فيه. تعالوا 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 اتحشرت. لا ما تجوش هنا، ما تجوش هنا، ما تجوش هنا، تعالوا معايا تحت هنا. يلا انزلوا لي، يلا انزلوا لي، يلا نهار ابيض. اجري اجري بس كده. يا جماعة دي الشجرة بتاعتي. الشجرة كبرت بس الحمد لله. ايه ده بقى؟ ايه ده؟ اهو يلا بقى هنعمل الشجرة بتاعتنا، نشيلها ناخد منه خشب. يلا بسرعة بسرعة بسرعة. هنكسر بقى كل ده، نجيب استكات بقى منه وبتاع، ونجيب برضو شجر تاني. يلا بقى يلا. جمعنا 4 سيت زيت مرة واحدة. سيت زيت هنا هنا، ليش مكان تاني؟ عادي يا عم حطها هات هات. ماشي. ايه تاني؟ ايه هات القمح ده بقى نأكله. الخرفان اللي ما بقتش موجودة اصلا نازل لكم خبر يا جماعة. تعال خروف تعال أكلك. تعال 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 انت يا عم الخروف، تعال معايا. والله تعال معايا. وفي اطلع معايا كده، اطلع خليك شاطر. انزل يلا انزل. طيب يا جماعة نجيب بقى القمح ونأكل حد فيهم بقى. نأكل مين بقى؟ حد فيد ناس بقى نفيد التاني. المهم عايزين نخرج. خليك يا خنزير بس. ايه لسه مأكلك؟ ده انا مأكل التاني اصلا. عادي عادي. ايه بقى اللي حصل هنا؟ انا حرفيا بجيبهم يعني. ايه بجد؟ ايه ده؟ حط ده يا عم بقى. الخشب اللي احنا جمعناه ده 24 خشب. الله
يعني ممكن يعملوا لنا مش ستاك اكيد، يعني اكيد مش ستاك يعني، مش حط حاجه تشغل لنا الدنيا شويه يعني. طب الوحوش اللي هنا بقى راحوا فين؟ الحمد لله مشيوا، الحمد لله. طيب ايه بقى تاني عندنا هنا؟ ايه كنا المفروض نعمل ايه؟ نحط الازاز. اوكي ازاز. يا ربي ولا مرة بدوس هنا يا عم. عادي عادي مش كده. تمام ماشي. ماشي. يا نهار ابيض، كريبر دخل معاهم. كريبر تعالى، كريبر تعالى. الكريبر ده هيفضل معاهم اصلا. طيب يا جماعة يعني هنقول بقى ليه؟ حرام عليك يا كريبر. لا والنبي 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 بقى، حرام عليك بقى كريبر، والله العظيم حرام. انا مقربتش منه اصلا يا جماعة، مقربتش منه خالص. يلا بقى مزرعة بايظة، تعالى نقتلك يا عم، ناخد منك اي فايدة. ايه ده انتوا الاتنين موجودين؟ تعالى كده تحط هنا. فين التاني؟ تعالى، برافو طالع شاطر، تعالى معايا خليك هنا، واللي هيتحرك من مكانه بس خلاص. طب يا جماعة هنا نكون خلصنا الفيديو. الساسة الساسة انا بقى يا جماعة الخشب هجمعه خلف الكواليس. ماشي. نهار ابيض، انتوا جيتوا كلكم منين؟ انا عايز اخرجهم بره عشان في كتير. تعالولي تعالولي تعالولي، برافو انا بتكلم صح. اللابسين خوذة مش هيتحرقوا، بقتلهم، ودول هيتحرقوا لحد ما يموتوا، دول بقى هقتلهم بقى. موت يس، مش عايزة اللحمة بتاعتهم. تعال تعال بس بس بس. تعال يلا يلا يلا، تعال تعال عنكبوت، تعال خد دي خد دي. موت أخيرا. اوف لا لا مش هخش عليه، لازم بس ايه نحط دي. What the hell، كده مع السلامة. سلام سلام.